تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري. يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشحنة الوقود. المزيد يطلعنا عليه الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية، لازالت التطورات الإنسانية لم تتغير اليوم في عدم دخول المساعدات الإنسانية من منفذ رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم. الاحتلال الإسرائيلي منع استقبال أي مساعدات إنسانية أو حتى شاحنات وقود اليوم، وهذا يأتي ضمن الإجراءات التعسفية المتواصلة لدى الاحتلال الإسرائيلي في عدم إنفاذ المساعدات الإنسانية المترصة بآلاف الشاحنات في مدينة العريش وفي معبر رفح البري. ولعلكم ترون من خلفي هذه الشاحنات في نقطة أخرى غير الذي كنا معكم فيها في الخدمة الإخبارية السابقة، والتي يتضح من خلالها الحجم الكبير لهذه الشاحنات. بالتأكيد عدم دخول هذه الشاحنات يفاقم الأزمات الصحية خاصة داخل قطاع غزة، والتي تحدث عنها مدير مستشفى كمال عدوان بأن الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والمستلزمات لم تصل إلى شمال قطاع غزة، وخاصة فيما يتعلق بغذاء الأطفال، لأنكم تعلمون أن هناك عدد كبير من الأطفال الذين يعانون من أمراض سوء التغذية، والذي قدر عددهم من جانب المكتب الحكومي لقطاع غزة بأن هناك أكثر من 3500 طفل يعانون من أمراض سوء التغذية بسبب نقص المكملات الغذائية والمكملات العلاجية. وهنا تحدث مدير المستشفى كمال عدوان بأن يعني المستشفى لا تستطيع أن تقدم لهؤلاء الأطفال سوى بعض المحاليل الطبية، وتحدث وطالب بضرورة إدخال الوقود لتشغيل المرافق الحيوية والمولدات الكهربائية داخل المستشفى. وأيضا الاحتلال الإسرائيلي لازال يواصل التعنت بعدم دخول الإمدادات الطبية، فتعلمون في الماضي قام بعودة إحدى الشاحنات التي تحمل بعض الأدوية لعلاج أكثر من 10,000 طفل داخل قطاع غزة. أيضا لازالت العمليات العسكرية مستمرة في مدينة رفح الفلسطينية بقصف عدد من المناطق السكنية في غرب ووسط مدينة رفح، وتسمع دوي هذه الانفجارات، وأيضا تصاعد أعمدة الدخان بشكل كثيف داخل مناطق متفرقة من مدينة رفح الفلسطينية. وربما يعني الهدنة التكتيكية التي تم الإعلان عنها هي لوقف المساعدات الإنسانية وليس لوقف العمليات الجزئية داخل مدينة رفح الفلسطينية. وبالتأكيد الجهود المصرية متواصلة ولن تتوقف في التواصل مع كل الأطراف للوصول إلى هدنة تسمح بوقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة وإنفاذ أكبر عدد من المساعدات الإنسانية. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.